اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن السنترال تندنسي، وقلنا ان احنا بنقيسه بالمين والميديان والمود، وعرفنا ايه اهمية كل واحدة فيهم وازاي انها بتأثر في الديتا، او ازاي نقدر نستخدمها في ان احنا نطلع السنترال بتاع الديتا. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها ديتا ديسبيرشن. الديتا ديسبيرشن، ديسبيرشن يعني انتشار او توزيع، توزيع طبعا يعني ديستريبيوشن، لكن ديسبيرشن يعني انتشار. قد ايه الداتا بتنتشر حوالين السنترال تندنسي او حوالين المين، لان الحكايه دي بتدي اختلاف في شكل الداتا وهي بتترسم، لكن الكلام ده هيتضح اكتر شويه واحنا بنتكلم يعني. فدلوقتي الكتاب طبعا بتاع جانيت براون هي بدأ بتتكلم عن الديسبيرشن، فجمعت ثلاث نقط. الثلاث نقط دول هم اللي بيعبروا عن الديسبيرشن، مكتوب هنا الرينج والفريكوانسي والستاندرد ديفيشن. الحقيقه انا بحثت في حكايه الفريكوانسي او التكرار، طبعا فريكوانسي يعني تكرار، ان التكرار، هل التكرار هو يعبر عن الديسبيرشن او يعبر عن الانتشار ولا لا؟ يعني انا اعتقد ان الفريكوانسي المفروض ما تبقاش داخل الديسبيرشن، لكن يعني انا هوضحها، هتوضح اكتر خلال الشرح يعني. فاحنا عندنا الرينج والفريكوانسي والستاندرد ديفيشن، هنتكلم عن كل واحدة فيهم. انا هركن الرينج شوية لان الرينج سهل ما فيهوش حاجة، وحتى الرينج هيجي شرحه اثناء ما احنا بنعمل الفريكونسي ديستريبيوشن او جدول التكرار. يبقى انا هتكلم الاول عن الفريكونسي. يبقى الداتا ديسبيرشن عشان اعرفها اقول ايه، عبارة عن how variable scattered or spread the data is in a distribution. يعني الداتا دي منتشرة ازاي في مجال الديستريبيوشن بتاع السامبل او البوبوليشن اللي انا خدتها. يبقى كده الديسبيرشن فاريبل او سكاترد او سبريد. خليني اوضح التعريف ده الاول وبعدين ندخل على ديستريبيوشن، ومنها ندخل منها على الفريكوانسي، وبعدين نبقى نرجع لتاني للديسبيرشن. الديسبيرشن زي ما احنا شايفين كده في الصورتين دول، ايه رأيكم يا جماعه في تجمع البينجوين ده؟ يعني البينجوين على ناحية اليمين، البينجوين على ناحية الشمال، زي ما احنا شايفين مركزين جنب بعض قوي، مش كده؟ يعني تحس ان هم مفيش فراغات بينهم، لكن البينجوين على ناحية اليمين تلاقي فيه فراغات بينهم، يعني ده ديسبيرس عن المجموعة دي. المجموعة اللي في اليمين سايبة شوية، مش لازقين في بعض قوي زي ما المجموعة اللي في الشمال، البينجوينز اللي في الشمال لازقين. وبالتالي ممكن نلاقي صورة ظريفة لها جدا. الصورة دي انا حبيت ادخل بس الصورة الصغيرة دي، ان في كونسنتريشن او تركيز للديتا او للبينجوينز لدرجة ان احنا حتى مش شايفين اي فراغات بينهم من بعض زي الصورة دي بالظبط، بينما دول انا اقدر اشوف يعني فراغات كويسة بينهم من بعض. وبالتالي الديتا هنا في اليمين او البينجوينز اللي على صورة الصورة اليمين dispersed او scattered او spread اكتر من اللي على الشمال. يبقى التعريف how variable scattered or spread the data is in a distribution. امال يعني ايه بقى distribution؟ يعني ايه الداتا تبقى distributed؟ فخلينا نوضح كلمة distribution الاول. اي حاجة موجودة تحت الكيرف فهي اسمها distribution. طيب انا هاخد population او sample مش هتفرق معايا، لكن لما اخد population او sample هبدأ ان انا ارسم عليهم كيرف. الكيرف ده جني، يعني ازاي حصل كيرف زي ده؟ المفروض ان الديتا تحت الكيرف زي ما احنا شايفين في العلامات المخططة تحت الكيرف، وجاي نتيجة ان الديتا لما اخدتها عملت البارز دول. يعني المجموعة الاولى القياس بتاعها كان هنا، والمجموعة التانية قياس بتاعها كان هنا، والمجموعة التالتة قياس بتاعها كان هنا. بالتالي انا خدت اطراف البارز دول ورسمت بيهم كيرف، تمام؟ الكيرف ده اي حاجة تحته بسميه ديستريبيوشن. يبقى الكيرف ده هو اللي بيغطي الديستريبيوشن نفسه، او بيعبر عن الديستريبيوشن نفسه، لا يعبر عن الديسبيرشن، يعبر عن الديستريبيوشن. في جزئية كمان لازم افهمها، انا ليه بدرس اصلا الديسبيرشن والديستريبيوشن؟ لان انا لما عملت ديتا وخدت معانها المين جه في النص هنا مثلا، والمين طلع هنا 80،
الرسمة التانية دي المين طلع برضو هنا 80. انا يبقى كده معناه ان لو انا عندي نفس الديتا بس المين بتاع الديتا اللي ناحية الشمال دي والمين اللي على الناحية اليمين الاتنين زي بعض، لكن الشكل مختلف. يبقى المين ممكن يعني ما يقدرش يحدد لي الديتا منتشرة قد ايه حواليها. لو هو ده المتوسط، الديتا منتشرة هنا ومنتشرة هنا، هل هي زي هنا وهنا؟ لا، الانتشار هنا اوسع. خلينا نحط رسمتين على بعض كده ونشوف. يبقى انا في ديفرنت ديستريبيوشن، وبالتالي الكيرف هيبقى شكله ديفرنت. عرفنا ايه ديستريبيوشن؟ طيب في جزئية صغيرة هنتكلمها برضو هتفيدنا في الديسبيرشن، وهتفيدنا برضو في الديستريبيوشن والفريكونسي ديستريبيوشن. اي حاجة تحت الكيرف 100%، يعني لو خدت سامبل وبقيس الديستريبيوشن بتاعها يبقى انا كلها عبارة عن 100%، انا هاخد الديتا كلها، او ممكن اخليها واحد. يعني القياس بتاعي هيبقى 100%، التوتال هيبقى 100% او واحد. يعني مثلا اقول واحد لو انا خدت نص، يعني مثلا لو قسمت الديتا نصين، تمام، او الميديان قسم الديتا نصين زي ما احنا شايفين كده، المين قسم الديتا نصين، بقى عندي 50% و50% او 0.5 و0.5. يبقى انا برجع الديستريبيوشن بتاع الديتا دي الى الرقم الكلي او التوتال الكلي. التوتال عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100% او واحد. طيب انواع الديتا اللي عندي ايه؟ انا عندي ديتا زي ما خدنا كاتيجوريكال ديتا او كونتينوس ديتا، كواليتاتيف او كوانتيتاتيف ديتا، او ديتا فيها ارقام وديتا ما فيهاش ارقام. النوعين دول كل واحده فيهم علشان اقيس الديستريبيوشن بتاعها تختلف، كل واحده لها طريقه. يبقى انا عشان اعبر عن الديتا او هاو تو ريبريزنت ديتا يوزنج تيبلز اند شارتس هيبقى الموضوع مختلف. انا عايز اعبر عن الديتا اللي موجوده عندي دي والديستريبيوشن بتاعها واعرضها بطريقه ملخصه وظريفه.